يا مساء الخير واهلا بيكم في عالم العالمين. يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا انواع كتير من الفنون والرياضه والترفيه في صوره مميزه على ارض العالمين الجديده. وزاره الثقافه لسه بتواصل تقديم العروض الفنيه والفعاليات الثقافيه في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين الجديده، وده طبعا بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وبيضم برنامج فعاليات وزارة الثقافة السنة دي أكتر من 100 فعالية متنوعة بتقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية. من عروض وزارة الثقافة النهاردة في الحقيقة هتقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية العرض الأول ليها في المهرجان، وبتشهد كمان المنطقة الترفيهية فقرة استعراضية لفرقة الحرية للفنون الشعبية مع استمرار عروض السيرك القومي بالممشى السياحي. النهاردة كمان هيكون في عروض كتيرة ومتنوعة ضمن برنامج المهرجان، وكان أبرزهم طبعا عروض للموسيقى العربية بالمسرح الروماني، عروض فنية للسيرك القومي، مباريات كرة السلة، سباقات مباريات الباراموتور، عروض الطيران الشراعي على شواطئ العالمين، عروض فنية وتراثية على الممشى السياحي، معرض للحرف التراثية من منتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، مباريات للكرة الخماسية، ورش فنية وثقافية للأطفال من خلال المكتبات المتنقلة، ومباريات كرة الطائرة الشاطئية في منطقة الألعاب الترفيهية. كمان احنا في الأسبوع الخامس من المهرجان، واحنا قدام في الحقيقة أسبوع حافل بالنجوم. الأسبوع الخامس فيه أكتر من حفل فني لعدد من نجوم الغنى في مصر والوطن العربي. خلينا نتكلم عن يوم الجمعة، وده هيكون البداية. يوم 9 أغسطس هيبقى النجم الكبير عمرو دياب اللي هيحيي حفل غنائي ضخم على مسرح اليو أرينا ضمن فعاليات المهرجان. الحفل من المنتظر أنه يحضره عدد كبير من جمهور عمرو دياب، وبدأ الجمهور من بدري في مصر والوطن العربي أنه يحجز التذاكر، واللي في الحقيقة خلصت من بدري برضه. كمان الفنانة ديانا حداد هتكون ضيفة مع الإعلامي شريف مدكور في مدينة العالمين الجديدة يوم 10 أغسطس الجاري، وبتتضمن الحلقة باقة مميزة من أشهر أغانيها، وكمان هتشهد الحلقة الكشف عن العديد من الأسرار في حياة الفنانة ديانا حداد. لكل محبي الفنانة ديانا حداد ما تنسوش يوم 10 أغسطس اتفرجوا على الحلقة، أو كمان احضروها لو أنتم موجودين في العالمين. مهرجان العالمين في الحقيقة كمان، أو جمهور مهرجان العالمين، هيكونوا على معاد مع عرض مسرحي جديد هيقدم أو هيقدم ضمن فعاليات الأسبوع الأسبوع الخامس من المهرجان. بيشهد المهرجان يوم الخميس المقبل 8 أغسطس تقديم العرض المسرحي، هو فيلم رومانسي من أو في نورث سكوير مول. فيلم رومانسي مسرحية من توقيع المخرج محمد جبر، من بطولة أيتن عامر، خالد سليم، عمرو رمزي، محسن منصور. والعرض في الحقيقة كوميدي استعراضي مناسب لكل الأعمار وكل أفراد الأسرة، وده يمكن الهدف الأساسي من مهرجان العالمين، إن الأسرة كلها تكون بتستمتع في الأجواء والفعاليات اللي بتبقى موجودة في المهرجان. المسرحية أو مسرحية فيلم رومانسي هتكون قصتها حوالين المهندسة المعمارية رجاء اللي بتعيش مع والدتها عديلة، وبتعمل في إحدى شركات المقاولات الكبيرة، وبتحب بقى رجل الأعمال لؤي الحديدي اللي جه للشركة جديدة عشان يتعاقد على تصميمات قرية سياحية جديدة، وبتحاول بقى بكل الطرق إن هي تفوز بقلبه. في الحقيقة أيتن عامر من الكاركترز أو من الممثلات اللي شخصيتها ودمها خفيف قوي قوي، فأنا متأكدة إن هيعملوا توليفة حلوة أيتن عامر وخالد سليم وجميع العاملين والقائمين على المسرحية. هيبقى عمل كده كوميدي استعراضي لطيف، وفي أكتر من مسرحية في الحقيقة في الفترة الجاية موجودة في المهرجان. لكن ده كان كده ملخص الأسبوع الخامس وإيه اللي هيحصل فيه. وزي ما قلنا بداية الأسبوع هتبقى حفلة الهضبة عمرو دياب اللي كلنا مستنيينها بفارغ الصبر. إحنا هنا من برنامجنا مكملين معاكم نقل كل الفعاليات اللي بتحصل على أرض العالمين، واللي في الحقيقة ما بتنتهيش، يعني كل شوية بيفاجئونا بفعالية جديدة سواء رياضية فنية ثقافية وغيره وغيره. كل ده موجود، فاحنا هننقلها لكم اول باول، فخليكم معانا واوعوا تروحوا في اي حته.